السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة الفريزل فيربز. والفريزل فيرب معانا النهاردة هو Talk out of. يعني إيه Talk out of يعني to convince someone not to do something. يعني انك تقنع حد انه ما يعملش حاجة معينة. ناخد مثال: My father tried to talk me out of getting a dog. يعني ابويا حاول انه يقنعني اني ما جيبش كلب. My father tried to talk me out of getting a dog. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتم، وأشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.